السلام عليكم يا بشوكم، شلون صحتكم؟ ان شاء الله مرتاحين يا اهلا واغلى متابعين. لا تنسوا تشتركون بالقناه وتشوفون البلاك وتفعلون جرس الاشعارات. بالبدء اقول رمضان كريم علينا وعليكم، ينعاد بالصحه والسلامه والامن والايمان والحب والتحبحب. طبعا اول طلع لي بشهر رمضان الكريم، وين رايح؟ رايح اخذ مع احمد قاسم، ومن اخذ محمد قاسم راح اخذ احمد وليد، ومن اخذ احمد وليد واخذ محمد قاسم، وين نروح؟ والله ما ادري بعد. ابوي انا شوفوا ايش صاير بي، بالضيم تنشد علي. طبعا يا اخي احنا بينا نوع طلاب الرشيد، ما نقدر نبتعد عن كليتنا، ودي هاي الكليه ورانا صايره. وحمد احمد فيه قاسم بعد، روح احمد قاسم بعد، روح احمد قاسم وجهك ما مبين بس على الاضاءه. طبعا حاليا قاعدين بكلمات، نزلنا كلمتين يعني. راح نسمعها و خرب يومك ما انت للدايحه. رمضان واني رمضان تعربي يا رمضان اصير شريف. لا محمد لا، ايش كبرك الصيف؟ عندنا خاولي بس يا راس انطيك. اه مجال السيره ما كان نسيت بصل. طبعا حاليا ما دا تمطر، بس زانو شي 10 مال مطر وكفختنا هاي حاط النافوره، ما اشوف كفختنا بمي يعني النافوره بنص الشارع. لا عاد الحديقه من يسقيها ابويا. طبعا هذا اليوم الثاني، هسه وصلنا الكوبي، الولد هاي يسوون قرعه حتى نلعب بلاي، لان احنا عددنا هوايه وواحد يلعب كم يقول انا العب الواحد، فراح اسوي قرعه. انتظر لعبه الريال وراح تبدا هسه حاليا. هاي احمد، طبعا احمد هارب من البيت، انا هارب من البيت، كنا عندنا شغل بالبيت ومنهزمين. يلا خطه انا والله رجال شريف. انا يلا محمد، هاي خطه مع دور الابطال. ايش بك احمد؟ واحده محمد قاسم، انا احمد يلا اسمعوا تعيلي ايه يا ابو الحسناوي، منو هذا الحسناوي؟ بس قوش بيه حسناوي بابوي. انا بتاع شنو حسناوي بلحه على السريع. محمد قاسم بعد واحد راح يبقى انتفاض. اي انا لقيت شلون يا ابو هذا محمد عزيز. محمد هي محمد عزيز يا دريد يا دريد، الخصم قوي حازم الثاني. هاي منو حازم. انتظار اخر واحد. رو كنس الكوفي لما يجي سنه. طبعا حاليا دا يلعبون ذول الاثنان، والوراها انا وحازم. حازم ازحلك. طبعا اول جيم الولد ياض راح يجيب زنود الست، الجماعه يحبون يحلون يعني، شايف حلو ياكل حلو. وين صاير هاي؟ وين؟ بعد تقريبا ساعتين تبدا لعبه الريال ويا من هم ويا تشيلسي، لعبه كلش قويه. طبعا جون اللاعب اثنين ضربه البطوله بعرض الحائط. اياد وين شفت اياد؟ طبعا وانا رحت للسريع محتاج ولد خبرني اعطاني كم شغله جبتهن ما اقدر اصورهن. الريال هدفوا اثنين، بس اروح اشوف اللعبه احترقت يعني. رحت خمس دقائق وجيت الريال اثنين، ما شاء الله. اقوم اروح حتى يجيبون بعد اثنين. يوم يومين اظل اعطيكم رقي. يلا هذا رقي
واقعد دقيقه خلينا نشغل فلاش. هذا زوجوه خلصوه عمي بياخذوه. وين الرقي يا بارق والخال؟ وين كل الرقي؟ هذا والله مبين. هذا رقي هذا يلا يلا يلا. الله ثواب على روح جدي. يلا يلا يلا. على روح جدي احمد. يلا يلا يوم يوم يلا ظلم عايشكم. يلا. يعني انت ما تخاف على نفسك، خاف على هذا الولد الخله وراك. يلا يلا ماشي. انها المخدرات يا ساده، يعني واحد يطلع وليش؟ هلا عامريتي، طبعا حل مشتاق لك والله العظيم. صار قد ما مفطر بالسوق قبل رمضان، واجا رمضان هسه دام نشوف الاجواء الرمضانيه. طبعا حاليا الشوارع بعدها شوف الفارقه، الوادم هسه خلصت التراويح واني برايح ما ادري، والله ما ادري ما ادري ما ادري ما ادري. الدرج عالي، امك نامت بالبيت، حضروا تعالي. استغفر الله، احنا صايمين اليوم ورمضان. بصرة اي 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 بصرة 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 يا مصراوي شكل حلو وعيد بعيد يا مصراوي على 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 اسود 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 يا بي عيني سما مليان قلبي مليان مليان قلبي مليان مليان بنت الوديان ارجوك لا تعذبني وبسواعي بصرا على الحمد لله واخيرا لحقنا، يعني الدقيقه واحده لو متاخرين دقيقه واحده كان راح الاثنين بعد ما نحصل. بس هذا يلعب احمد وحازم ورا انا ومحمد. عز الله سلمني. طبعا صار لي اسبوعين ما ادري وين رايح، مختفي رايح جاي. المهم كان عندنا عمل بالبيت وترتيبات وهالسوالف رمضانيه يعني لو قولتهم. حاليا راح صلاح الدين ودي النوسي واجي مو سنونك وين رايح؟ راح اودي النوسي وعندي شغله اكملها وارجع. انا عبي بنزين ان شاء الله ونتوكل الصراحه الدين. هو سعر اللتر 450 دينار عراقي. هسه الحمد لله وصلنا ناحية يثرب، مثل ما تشوفون هنا مكتوبة يثرب ترحب بكم. شو تعتبرونها؟ هسه وصلنا يثرب. طبعا كملت الشغلة اللي جا عليها وحاليا ما بقى امامنا بس نفطر ونرجع لبغداد. ليش؟ والله هاي بعد ما عندي شيء، اجيكم ان شاء الله الخميس. عين ابو الكوريلا بس على كيفك على كيفك، حاول تهدأ ابو يانا يا ولد. طبعا هذا شارع السيدين الجديد هذا، بس بعد ما كمله راح يصير منه شارع السيدين ناحية يثرب. طبعا بعد ربع ساعة تفصلنا عن الأذان وعن الفطور. طبعا هاي محكمة يثرب فتحوها جديدة، حاليا فطرنا والحمد لله. حاليا متوكلين إلى بغداد 17 سطرين بغداد. ما شاء الله المنطقة فارغة ما بها ولا واحد، كلها دا تفطر. هنا انا مجرد ما فطر شربت شاي صليت المغرب وهسه ليتس جو ان بغداد. خل اشوفكم النافوره هاي الجديده المفتتحين، هي قديمه قبل 2014 بس رمموها يعني. هاي طبعا نفتحها. طبعا هاي تابع لهاي النافوره، فهاي نافورة الشهيد أبو بكر اللي هو أخويا الله يرحمه. طبعا حاليا هذا مدخل قضاء دي جيل المشوبون، هذا الشارع افتتحه جديد. وحاليا طالعين بغداد، عندنا هذا بلوري صاير عنده بنشر بناشر مو بنشر. طبعا لأول مرة جا صلاح الدين وارجع بهيج وقت، يعني جيت بالخمسة ونص وهسه بالسبعة ونص، يعني ساعتين تقريبا. حاليا صلاح الدين تودعكم هسه، هسه راح ندخل ببغداد يعني
يعني هاي حدود الفاصلة بين صلاح الدين وبغداد، هاي سيطرة بنوها جديدة، هي نفس سيطرة الشيخ إبراهيم بن مالك الأشتر بس تحولت هنا بس ضمن قاطع بغداد. احنا بعد هسه أنا بغدادي يعني. طبعا هذه جامعتي، جامعتي يعني مو مال أبويا لا، بس يعني أنا أداوم بيها. بس شنو أداوم؟ مرحلة ثالثة. بس شنو أداوم؟ مو هنا بالمركب، بالمكان الأول الرئيسي، هاي الفرع الثاني. طبعا هي الفرع الأول بحي الحسين ببغداد، هاي الفرع الثاني يفتحوها بالطارمية. يعني أجيهم إن شاء الله قريبا، بس خلي يسوون فعالية مناسبة شي حتى أجيهم. ما دا يسوون كل شي الله وكيلك، أعرف شنو كلية يا معودين، حتى لو عيد ميلاد ماكو مشكلة. واخيرا وصلنا العامرية الساعة 8:30 تقريبا الا شوية، فانا اوصل البيت انعس والله ما النوم دق نوم. بدون عصير يومي ما يحلى يومي، وبدون ملوكة عشان مسوي ابو شيش. يلا 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 سلمي سلمي طيب بوسة بالهلا بوسة بوسة لا يا ظلوق يا شو شوفين هنا او شوفي على اليوتيوب ماشي يلا ماشي. الحمد لله واخيرا كملنا شغل البيت والحمد لله انجز اليوم اخر يوم، فالى هنا ينتهي فلوقنا وان شاء الله بالنهج راح تبدا طلعات وتخام ودياحة. خلاص كملنا شغل بس جاياكم على والله بيش الساعة الوحدة ونص جاياكم السحور. وين كنتوا؟ كنا نشتغل والله كملنا هسه. Et voilà.